اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن تقرير الامم المتحده الخاص بالهجمات التي استهدفت منشاه ارامكو في السعوديه. قالت الأمم المتحدة إنها غير قادرة على التأكد من ضلوع إيران في هجمات استهدفت منشآت نفطية سعودية. ونقلت وكالة رويترز عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة الدولية فحصت بقايا الأسلحة المستخدمة في الهجمات على منشآت نفطية سعودية في عفيف ومطار أبها الدولي ومنشآت أرامكو. وأكد غوتيريش في تقرير فصلي رفع إلى مجلس الأمن الدولي أنه لا يمكن التحقق بشكل مستقل من أن صواريخ كروز والطائرات المسيرة المستخدمة في هذه الهجمات من أصل إيراني، لافتا إلى أن الحوثيين في اليمن لم يثبت أن في حوزتهم نوع الطائرات المستخدمة في الهجمات على منشآت أرامكو. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: من يقف وراء استهداف منشآت أرامكو، وموقف التحالف من التقرير الأممي بخصوص هجمات أرامكو. قبل أن نستقبل ضيوف هذه الحلقة نتابع التقرير الذي أعده الزميل محمد العليمي ثم نبدأ النقاش. قالت الأمم المتحدة في تقرير لها أعده الأمين العام أنطونيو غوتيريش إنها لا تستطيع التأكيد بشكل مستقل على أن صواريخ كروز والطائرات المسيرة المستخدمة في الهجمات التي شنت على مطار أبها ومنشآت شركة النفط السعودية أرامكو قبل نحو 3 أشهر أنها كانت إيرانية الأصل. الأمم المتحدة أكدت أيضا استمرارها في جمع معلومات إضافية مبينة أن الحوثيين لا يملكون طائرات مسيرة من هذا النوع، إذا انتهت القضية على يد الأمم المتحدة بدلا من إلقاء الضوء عليها وتحديد الفاعل، فهذا النوع من الطائرات لا تملكه ميليشيا الحوثي وليس إيراني الصنع، فمن الفاعل إذن في ظل ادعاء الحوثيين ونفي الإيرانيين وعدم تأكيد الأمم المتحدة أيا من كليهما؟ واستنادا إلى هذا التقرير الأممي فقد حرمت ميليشيا الحوثي من شرف هذا الهجوم الذي تبنته آنذاك لتظهر باعتبارها قوة صاروخية، كما تخلصت إيران من تبعات هذه المغامرة العسكرية قائلة منذ البداية إنه لا يوجد أي دليل على ضلوعها في استهداف شركة أرامكو السعودية. وكانت الاتهامات قد وجهت عقب القصف مباشرة إلى طهران من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية، لكن تقرير الأمم المتحدة ربما وافق هوى أمريكيا بعدم مواجهة تهديدات إيران للسعودية والابتعاد عن قضايا المنطقة بشكل تدريجي، وهي اتهامات وجهتها فرنسا للسياسة الأمريكية تجاه المنطقة العربية من خلال منتدى المنامة الذي عقد قبل أسبوع. والسؤال الآن، هل حان الوقت لأن تواجه دول الخليج وخاصة السعودية جميع مشكلاتها السياسية والعسكرية في المنطقة وحيدة دون حليف؟ أهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وينضم إلينا من الرياض المحلل العسكري عبد العزيز الهداشي. مرحبا بك سيد عبد العزيز. أسعد الله مساءكم أهلا بك. أهلا بك سيد عبد العزيز، كيف تنظر إلى تصريحات الأمم المتحدة في أن بقايا الأسلحة المستخدمة في هجمات أرامكو النفطية ليست إيرانية، وكان هنالك موقف للأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأيضا للاتحاد الأوروبي عقب الهجوم يتهم إيران بالضلوع وراء الهجوم؟ أولا بالنسبة لموقف الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، لكن بالنسبه لتصريحات الامم المتحده اليوم هو يسمى تصريح تقني او تصريح فني. التصريح الذي اعجب كان تصريح سياسي مبني على، لكن الان بعد تحصل الطائرات المسيره والصواريخ كروز الجواله وجود رقم متسلسل او ما يشبه ايرانيه، هذا لا يعفي ايران عن كونها ما في أي حال من الأحوال، لأن عارف أن الأسلحة سواء كانت طائرة فلسطينية أو صواريخ سوالة، هناك مصدر للرقم المتسلسل والمصدر الدولة المصنعة لها حاجة تدل على أن عملية دليل على أن هذه الأسلحة صنعت خصيصا لضرب المنشأة،
وبالعكس عدم وجود اي اركان متسلسله على ان الفعل ايراني ولا ينتهي. اذا هنا التجربه الفنيه هي لكن لا تصدق. نعم نعم سيد عبد العزيز، جوتيريش في تقريره الذي رفعه لمجلس الأمن قال لا يمكن التحقق بشكل مستقل من أن صواريخ كروز والطائرات المستخدمة في الهجوم من أصل إيراني، ما الذي يقصد بذلك؟ كيف لا يمكن التحقق بشكل مستقل؟ هو كان يفترض السلاح أو صناعة السلاح، هل السلاح صنع في الاتحاد السوفيتي في روسيا؟ هل طائرة المسيرة طائرة صينية؟ هي أمريكا هكذا أو في بحث تقني من هذا النوع أن تكون بقايا الصواريخ والطائرة تسير إلى مصدر الصنع، عدم إشارة إلى مصدر يفتح على يجعل وكل الابواب مفتوحه وكل لكن حقيقه الامر اذا وجدت او اسلحه ليس لا يوجد عليها مصدر تصنيعها او تشير الى بلد الصنع هذا او ارقام متسلسله هذا يدل على ان دوله معينه السلاح خصيصا واخذت ما يشير الى صناع او الى الدوله الصناعيه للقيام بعمليه ارهابيه من هذا النوع. الامر لا ايران ولا ينفي، لكن الامم المتحده لا تستطيع اثبات ذلك فقط. نعم، إذن سيد عبد العزيز الهداشي تكرم بالبقاء معي واسمح لي لأن أشرك معنا في الحديث المحلل السياسي عبد الناصر المودع الذي ينضم إلينا من عمان. مرحبا بك سيد عبد الناصر، كيف تفسر تصريح الأمم المتحدة الذي يؤكد عدم تورط إيران في الهجمات على أرامكو رغم أن الاتهامات أصابع الاتهام عقب الحادثة جميعها توجهت الى ايران، ما الذي حدث؟ ما الذي تغير؟ مساء الخير وتحيه لك وللاخ عبد العزيز. اولا هي لم تؤكد التهم الموجهه لايران وفي هذا التقرير هو انه ليس هناك من دليل واضح بالمعنى أن هم فحصوا بقايا الصواريخ، يعني حسب تقرير الأمين العام ذكروا بأن هذه البقايا لا تشير بشكل واضح أنها، هذا لا يعني أن إيران بريئة، الكل مدرك استخبارية وتقارير إخبارية وأيضا التحليل المنطقي للأمور يؤكد بأن إيران هي من قامت بهذا الهجوم وكان بشكل مباشر من الأراضي الإيرانية كما ذكر أو عن طريق حلفاء، وأيضا من أن يكون الحوثيين هم من قاموا بهذا العمل الذي ادعوا بأنهم قاموا به، يعني الجميع موقن بأن لا إمكانيات الحوثيين ولا المسافة أيضا تسمح لهم بأن يقوموا بعملية بهذه الضخامة وبهذا لهذا التقرير هو يعني لم إيران أو نقول لم يشير بالاتهام أن تقارير الأمم المتحدة يكون فيها في الغالب اللجان في بعض الأحيان يكون هناك اختلاف، لا يكون هناك اتفاق كامل، وبالتالي تضطر الأمم المتحدة بأن تجه بشكل واضح ما لم يكن لديها إثباتات أو تعرف في مجلس الأمن. هذا التقرير سيعرض على مجلس الأمن، ومجلس الأمن أن الإيراني، روسيا والصين يعتبروا إلى حد كبير حلفاء أو لنقل يعني لديهم علاقات مع إيران، وفي حال كان التقرير يشير
اتهام إيران بشكل واضح دون أن يكون هناك دليل. في هذه الحالة هذه الدول ستشكك روسيا بتقارير كثيرة وغيرها من الدول. يعني لاحظنا روسيا كيف شككت بتقارير الأسلحة الكيماوية التي قالت بأن النظام السوري استخدم لكن روسيا رفضت هذا التقرير. يتجنب الأمين العام واللجان المنبثقة منه يتجنب بشكل واضح إلى طرف ما لم يكن هناك دليل واضح يجعلهم قادرين على مواجهة ردود الفعل الكبرى التي ما هذا التقرير. لهذا السبب الأمين العام والفريق التحقيق لا يتهموا إيران، لكن هذا نعم. سيد عبد الناصر هل ما زلت معي؟ أيوة معك. نعم إذن تكرم بالبقاء معي واسمح لي لأن أعود إلى السيد عبد العزيز الهداشي. السيد عبد العزيز أنت محلل عسكري، هل من المنطقي أن نقول أن تكون أن يكون الحوثيين هم المسؤولين المباشرين عن هذا الاستهداف دون الإشارة إلى إيران التي هي من تدعم هذه الجماعة بالأسلحة وفق تقارير عدة للأمم المتحدة للولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الجهات الدولية؟ وهل لدى الحوثيين القدرة على شن هجوم مثل هذا؟ الهجوم كان دقيق جدا إلى أبد. الأجمار الصناعية ومتابعة الأجمار الصناعية عبر غرفة تحكم وسيطرة مرتبطة بالأجمار الصناعية. الحوثيين لا يتركوا هذه التقنية، كل ما يستطيع الحوثيين الجنبه هو إطلاق أو صواريخ كل جو حتى الطائرات المسيرة بالإحداثيات. الهجوم على أبو قيد لم يقتصر على الإحداثيات، كون الإحداثيات فيها فارقة ونسبة خطر الأمتار. الهجوم ارتبط فيها قبل التفجير بحيث أن أعمدة أو أبراج البترول أو المضخات البترول استهدفت بشكل بالسانتي، وهذا لا يتم الأمر عبر الأجمار. الحوثيين فقط هم اعلنوا بتنسيق مع ايران عن قيامهم بهذا الهجوم. لو الحوثيين شنوا هجمات على مطار بها وعلى مناطق الجيزان بنفس الاسلحه بصاروخ كروز الموجه بالاحداثيات وليس بالاجمار الصناعيه، ورغم هذا كله لم تكن الضرب كما حصل في أو في حقول الشيبة على حدود الإمارات أو في هجمات بوغيل. ما ميز غير من الهجمات أن الإنتاج النفط عالميا تستحوذ على نسبة كبيرة من إنتاج النفط السعودي. لا أتصور أن لدى الحوثيين القدرة بالأجمار الصناعية والتحكم في مسار الطائرات بعد الإطلاق لها في عبر غرفة تحكم وسيطرة مرتبطة مباشرة بالأجمار الصناعية تحكم من الكنترول من الأرض، بحيث أن هناك تصوير مباشر من تاريخ الجوالة. الحوثيين ليس لديهم هذه القدرة وأثبتت هجماتهم على أبها وعلى السعودية عدم الفجرة، وبالتالي الحوثيين هم من قاموا بهذه العملية رغم امتلاكهم نفس السلاح. لكن الميزه الهجمه حق بوغي كانت مرتبطه باجمار صناعيه للتحكم والتوجيه. نعم اذا المحلل العسكري عبد العزيز الهداشي شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الرياض. اذا عوده اليك سيد عبد الناصر المودع. الامم المتحده على لسان الامين العام جوتريش قال في تقريره الذي رفعه لمجلس الامن اليوم انه غير قادرين على اجراء تحقيق مشترك مع كافه الاطراف. من هذه الاطراف الذي لم يسمها؟ من الذي لم يسمح باجراء التحقيق المشترك؟
التقرير يشير إلى إيران لأنها هي الطرف إيران، ربما الحوثيين، لكن أعتقد بأنه يشير بشكل مباشر لإيران، لأنه المتحدة هو فقط عاين الهجمات في السعودية، فيما يبدو أن الإيرانيين لم يسمحوا لهم بالذهاب إلى إيران وبالتحقيق، ولأن الإيرانيين لا يريدوا أن يفتحوا الباب بأن تدخل إلى مواقع عسكرية، ولا يريدوا أن يكشفوا أنفسهم لأنهم لا سمحوا للمتحدة، فأنهم سيكشفوا أنفسهم، خاصة ذهب للتحقيق هو فريقين، فريق مختص على منع تزويد الأسلحة للحوثي بخصوص اليمن، وفريق آخر ينفذ أيضا مختص بمراقبة تصدير الأسلحة الإيرانية، لأن هناك قرار مجلس الأمن يمنع إيران من تصدير الأسلحة. إيران تسمح لفريق الأمم المتحدة الدخول إلى أراضيها، يمكن ربما العراق ربما لم يسمح للفريق بأن يقوم بأي تحقيق. نعم سيد سيد عبد الناصر، هنالك من ذهب للقول أن ربما السعودية هي من طلبت أن يظهر التقرير بهذا الشكل حتى تتجنب المواجهة مع إيران، ما مدى منطقية هذا القول سيد عبد الناصر؟ يعني هذا القول إلى حد كبير منطقي، لأن السعودية حتى الآن هي لم توجه التهمة لإيران، رغم أن الولايات المتحدة والدول ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وجهوا كذلك تقارير أخبارية كما ذكرت لك، تقرير رويتر الذي تحدث أو عن تفاصيل كثيرة، ورغم ذلك السعودية لم توجه لإيران لأنها تبعات ما بعد توجيه التهمة، تفضل أن يبقى الأمر بهذا الشكل المعلق، يعني هي تقول بأن تحقيق. ربما أيضا أن السعودية يعني ربما الذهاب إلى أن السعودية ساهمت بأن يبقى التقرير هكذا دون توجيه اتهام واضح، لا تريد تبعات ما بعد الاتهام المباشر لإيران. لاحظنا أن السعود هجمات وبعد أن موضوع أن يوجه هو ضربات انتقامية بالنيابة عن السعودية لإيران، في هذه الحالة بانكشاف وشعرت بأنها أن تقوم برد فعل ضد إيران، لأنها تخشى أيضا تبعات هذا الفعل في حال أقدمت على أن توجه لإيران أي شكل من أشكال العمل العسكري، ولهذا ربما تكون السعودية ساهمت بأن ربما أيضا لهذا الغرض أذهب ونقول بأن السعودية ربما تمنح الفريق المعلومات الكافية أو الأدلة الكافية التي تدين بها إيران. يعني هذه الأمور هي لازالت في طور التخمين والافتراض، لأننا لا نمتلك معلومات دقيقة التقرير وخلفياته وحيثياته. نعم سيد عبد الناصر، أيضا هنالك من ذهب للقول أن ربما للأمر علاقة بمحاولة التأثير على صفقة بيع أرامكو، إظهار أنه استثمار غير آمن. يعني هذه واحدة من المساهمة في الوصول لهذه النتيجة، لكن بشكل عام هجوم قد حدث، يعني السعودية لا تستطيع، هو قد حدث وهو أثر على تقييم أرامكو، لأن
أرامكو عندما تم عرض جزء من 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 أسهمها للبيع قبل هذه الضربة. كان الأمل من السعودية بأن هذه الأسهم هي أسهم آمنة لمشروع طويل. المستثمرين سيستثمروا في شركة لديها احتياطي يكفي وفقا للإنتاج الحالي ما يزيد عن 50 سنة، وبالتالي مسألة الأمان حاسم في تقييم سعر الأسهم. بالطبع الأسهم وسمعة أرامكو نفسها تضررت كثير بعد هذه الضربة، لهذا الأسهم لم تسوق إلا في داخل السعودية ومن صناديق ومن محلية وربما إقليمية. سمعنا عن أن الإمارات ستشتري أسهم، وبالتالي المستثمرين الدوليين الذي كان يهدف الاكتتاب لأن يجتذبهم وهم المستثمرون الغربيون هؤلاء حتى الآن لم يدخلوا ليشتروا هذه الأسهم الذي السماح بالاكتتاب، وهذا ناتج جزء منه ناتج عن التقييم لأصول أرامكو وناتج عن تأثيرات الضربة، وأن هي أيضا في منطقة خطرة وبالتالي هناك مغامرة لشراء أسهم شركة للهجمات التي ربما بل تكون أسوأ من الهجمات التي حدثت في سبتمبر الماضي. نعم، إذن السيد عبد الناصر المودع المحلل السياسي كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك سيد عبد الناصر. ومشاهدينا الكرام نعتذر على رداءة الصوت من المصدر. إذن مشاهدينا الكرام بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. لا يسعني بالأخير إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي من عمان المحلل السياسي عبد الناصر المودع، وكان معي من الرياض المحلل العسكري عبد العزيز الهداشي. والشكر هو موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، وهو لكم من زميلي معد هذه الحلقة الزميل عبد الرقيب الأبارة. نلقاكم على خير في حلقة قادمة، كونوا في أمان الله.